يمكنني أن أقدم لكم شروحات جديدة حول استعمال فيسبوك. أولا قم بالدخول إلى فيسبوك كما تشاهدون إلى هذا حسابي الخاص، وقم بالدخول بعدها هو فتح إذن كما تشاهدون. نذهب إلى الإعدادات، إعدادة الحساب يعني هذا ثلاث العرائس التي تشاهدونه. نذهب أسفل بارامتر، البارامتر كما تشاهدون ننزل إلى الأسفل هنا ممكن تعديل رقم هاتفي أو حتى اسم الحساب. أنصحكم باستعمال رقم الهاتف الذي تستعملونه، لأن العديد يستعمل رقم قديم أو رقم صديق، لكن هؤلاء الحساب الذي لا يستعمل رقمه يعني معرض للسرقة. أي واحد لديه رقم أي واحد لديه الرقم الذي استعملته في الفيسبوك يستطيع سرقة حسابك. إذا كما تشاهدون دخلنا إلى البارامتر، هنا تليفون نضغط كما تشاهدون هنا الرقم، نضغط على موديفي عندما أريد تعديل هذا الرقم، أو أجدي عندما لم يكن لدي رقم وأريد إضافته. كما تشاهدون عند إدخال الرقم ندخل الرمز، رمز الفيسبوك يعني أو الكود، ثم نضع أمر ريجستري. كما تشاهدون في الأعلى هناك نوم، هنا يمكن تعديل اسمي كما تشاهدون هنا الاسم، ثم أمر ريجستري. أنصحكم باستعمال اسمكم لتفادي إغلاق مفاجئ الحساب، خصوصا استعمال أسماء مزورة، أنصحكم بعدم استعمالها. كما تشاهدون هنا يمكن لي أيضا اختصار بعض الأشياء، مثلا من يشاهد المشروعات التي أنشرها، هل يمكن مشاهدها الجميع مثلا هنا أم أنا وحدي أم الأصدقاء. كما تشاهدون هنا بيبليك يعني جميع أمي يعني أصدقائي، يمكنك يعني أنا وحدي، يمكن أن أنشر صوري ولا يرى إلا أنا وحدي. وهنا أيضا من سيستطيع إرسال طلب صداقة لي، هل الجميع طول الموند أو أصدقائي فقط. هذا كل ما لدينا.